يوم واعد الداعين بالاستجابة لك. نبتدي يا ربنا وانت قرب، وانت الذي ما خاب عبد الاجابه. فلا سكت البيبان عن كل مذنب، ما سكها من يطلب الخير بابه. رضاك يا معبود غايه ومطلب، للي يفكر في خطاه وصوابه. يا ربي يا ربي اني طالبك لا تخيب، من عودة يمك الدرهم مركابه. عنده من الاعمال سالب وموجب، ومن اكترافه للخطا وارتكابه. عينه على خده تصب العبر صب، وقلبه من الذكرى يزيد التهابه. المعصيه نار على القلب تشتب، في وجه راعيها تشوف الكآبه. افترى السلامه في هذا الوقت مكسب، للي عن الغلطه يدقق حسابه. ذكر الاله اللي له القلب يطرب، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر الرسول اللي عزيز جنابه، اللهم صل وسلم على خيرة عباد الله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر الإله اللي له القلب يطرب، وذكر الرسول اللي عزيز جنابه، خيرة عباد الله معدن ومنسب، وخلق عظيم وقوة وعزم وصلابة. وجود جود جود من النسناس بالخير لهب، في السلم ولا في نهار الحرابة. برسالته بلغ وحذر ورغب، غيث مثل غيث المطر من سحابة. ما كان لا يقرأ ولا كان يكتب، يوم الخبر من عالي الشان جابه. صدق به الصديق ما يوم كذب، ولا صار عنده رد فعل وغرابة. تحمل التعذيب والشتم والسب، لأن انه أصبح قدوتي اقتدابه. وابو لهب لعنة الله على ابو لهب، وابو لهب تبت يدينه وتب. آيات نقراها بمحكم كتابه. أسلافنا حمزة وجعفر ومصعب، واللي على راسه يعصب العصابة. أبو دجانة في المعارك اللي يطب، كل عرف فعله وكل درابه. أبو دجانة صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. عندك قصته، أخذ السيف من الرسول اللهم صل وسلم عليه. قال الرسول اللهم صل وسلم عليه، من يأخذ السيف؟ بسطوا أيديهم الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال من يأخذ السيف بحقه؟ كفوا أيديهم وتقدم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ السيف من الرسول اللهم صل وسلم عليه. وكان عنده عصبة حمراء، وكان يمشي يتبختر، كان يمشي يتبختر، وكان يفلق بروس المشركين رضي الله عنه وأرضاه. أبو دجانة في المعارك اللي أطب، كل عرف فعله وكل درابه. تهون نفسي أنا يا ابن خضيري حقيقي، تهون نفسي، تهون نفسي واندهش وأتعجب، إذا ذكرت المصطفى والصحابة. مفروض تعلو همتي وأتحزب، حيث السفر يحتاج عزم وحزابة. إلي متى يا حبتي بالله، إلي متى نسو ونلهو ونلعب، والعمر كله وقفته وانقلابه. فكرة النهار يحفرون الحفرة، ومن السنة الله سبحانه وتعالى انهم يدفنوك بالتراب. فلما دفنوك طال عمرك وراح حول البيت. ابشر ان الغداء على خروفين، طال عمرك من طلق الخرفان، والعشاء على خروفين، والفطور على بر وسمن طال عمر، وعسل يجيبونه من حضرموت. سمعت كيف ولا؟ والبيع والشراء ماشي، البيع والشراء ماشي طال عمر، في العقار وفي السيارات وكل شيء في هذه الثلاث ايام. والله ينعم رجالي يا احبتي بالله، ما يقدم من نفسه حد حي. لا تقول عيالي، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. قدم من نفسك يا مال الشحب قبل الموت، والله اني صادق، الموت في حبل الوريد، سير قريبا منا، العمر كله وقفته وانقلابه. في اللي تبانه جو الشريعة تأدب، بأخلاق من جاب الرسالة ودابه. الدين لو كانت فروعه تشعب، الاصل واحد والمسائل تشابه. واحذر من الجهل الخطير المركب، اللي يجي راعيه يسحب ثيابه ويخرج راس المال صفر مكعب. لو طاب بالبيت العتيق وسعابه، واللي معه للعلم مثلكم وشرواكم، اللي معه للعلم يجلس ويتعب، اجره على الله في ذهابه ويابه. ممن هل الاسلاف، من هل الرسول اللهم صل وسلم عليه، من هل الصحابه، ممن هل الاسلاف ينهل ويشرب، ما يقبل الا اللي عذي شرابه. حتى طلع سمح طليق مهذب، كل اللي العلم الشريعه يهابه، والعلم مع راعيه سيف مهذب، والسيف تعرف سلته من صابه. اسال الله الذي لا اله الا هو في هذا اليوم الفضيل، الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك، أن يجمعنا وياكم في دار كرامته بعد الموت. ثم أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل والدينا ووالديكم في الفردوس الأعلى. ثم أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفع بهذه القصيدة القائل والمستمع. هذا والحمد لله والصلاة.